أشعة الفوق البنفسجية هي جزء من الطيف الضوئي اللي كيوصل الأرض من الشمس، وحسب العديد من الدراسات فهي كتعتبر واحدة من أسباب تدهور قوة النظر مع تقدم السن، كما يمكن أنها تسبب تعرض الشمس مشاكل كلها أخرى للعيون. يمكن تجنبها الكثير من حالات الخطورة بالحماية من الأشعة فوق البنفسجية. فشنو هي هذه الحماية؟ غادي يعرفنا بها الحصيبي سعيد، أستاذ بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنية الصحة بالرباط التابع لوزارة الصحة، ودكتور باحث كلية الطب والصيدلة بالرباط. دكتور صباح الخير. صباح النور الأخت سارة، أش خبارك دكتور؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك، الحمد لله. شكرا شكرا لك على وفائك للمستمعين دكتور سعيد. العفو. طيب في البداية نبغيو نقربوا المستمعين، شنو هي هذه الأشعة ديال الشمس فوق البنفسجية والتأثير ديالها أيضا على الصحة ديال البصر؟ وفي البداية الأخت سارة خصنا نوضحوا أن أشعة الشمس هي ضرورية بعدا في الحياة الإنسان ولها فوائد على صحته، ومن بين هذه الفوائد المتعلقة بالبصر اللي تتعمل اليوم هي تكوين الصورة في العين، بحيث أنه لما كانش هذه الأشعة هذه ما غاديش تكون لنا رؤية واضحة للأشياء. يعني بطريقة مبسطة غادي نفسروا للمستمعين الكرام أننا خصنا نعرفوا أن الضوء أو الأشعة تتهيج الشبكية ديال العين. هي مكونة أساسا من هذه الخلايا العصبية، وهذه الخلايا هذه اللي تقوم بتحويل الضوء إلى سيولة عصبية كهربائية يعني الدماغ ديالنا، وتتكون بالصورة بهذا الشكل هذا بالألوان ديالها والشكل الواضح. المشكل اللي تيوقع هو أن التعرض لأشعة الشمس يعني بواحد الصفة اللي هي مطولة هي اللي تقدر ينتج عنها أضرار اللي تقدر تقتل لنا الشوف. نعم طيب غير بغيت نزيد واحد الحاجه يعني غابيدمون. الطيف المرئي اللي هضرتي عليه الاخت ساره، فعلا هناك طيف المرئي اللي تنقدروا نقسموه لواحد الضوء اللي تنقدروا نشوفوه حنايا واللي هو ما تيضرش العين، يعني تتكون واحد طوله الموجه ديالو ما بين تقريبا 400 حتى 700 نانومتر، الا انه تيكون واحد الضوء غير مرئي اللي ما تنشوفوش واللي هو تيكون ضار لا 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 يعني العين ديالنا، واللي هو كما قلتي الاشعه فوق البنفسجيه اللي تتكون اقل من هذا 400 نانومتر، ولا لي زانفراغوج يعني تحت الحمراء اللي تتكون اكثر من 800 نانومتر. نعم طيب وبالنسبه للاعراض دكتور سعيد، تاثير الاشعه ديال الشمس فوق البنفسجيه شنو الاعراض اللي ممكن تعطي؟ الوغ الاضرار كما قلت الاضرار غادي تكون بسبب كثره التعرض لاشعه الشمس. يعني تلقى واحد الصفه مطوله يعني في اتجاه هذه الاشعه ولا يعني الرؤيه المباشره ديال الشمس. هنا تتكون بزاف ديال الامراض اللي تقدر تكون ناتجه على هذا التعرض هذا الكثير، اللي هي مثلا الضفر اللي تنعرفوه بدرجه الضفر او ضفره العين او اللي كنسميوه بالفرنسيه. وسبق لنا وعرفنا المستمعين الكرام مع الدكتور ياسر رفاعي عليه. افكتيفمون دونك هذا اللي تنقدروا نلقاوه متواجد ديور، تيكون متواجد بحده في هذيك المناطق الصحراويه اللي تتكون حاره وجافه، وحنا تنعرفوا هاد يعني في لي ريجون ديالنا مثلا ورزازات الرشيديه اكسيتيرا تلقاوها بحده في هاد المناطق هذا، واشعه الشمس هي اللي تتهيجو وتتخلي انه يعني تيتزاد. من بين عاوتاني الاضرار اللي نقدروا نلقاو هو مرض المياه البيضاء اللي تنعرفوه دابا هو جلاله. جلاله اللي تتقدر تكون يعني خاصنا نعرفوا بان هذيك العدسه اللي هي لو كريستالا اصلا الله خلقنا بها، وهي اصلا تتمص هذه الاشعه فوق البنفسجي. الا اذا كانت تعرض كثير للاشعه ديال الشمس، هنا تتقدر تكون هذه الاشعه ديال الشمس من بين العوامل اللي تتقدر تعطي هذه المياه البيضاء. وبطبيعه الحال كاينين هناك اضرار اخرى كثيره اللي هي جفاف العين، راه تيهضر عليها الاستاذ رفاعي، حروق العين، وبعض المرات حتى نلقاو ميم يعني انواع من السرطانات اللي تقدر تقيس الشبكيه في هذا النطاق. نعم طيب بالنسبه للناس اللي بغاو يتعرفوا مثلا على هذا تاثير الاشعه الشمس فوق البنفسجيه، كيفاش ممكن يعني كتكون على شكل ماذا الاعراض ديالها؟ لا 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 الاعراض ديالها هي تنقدر نقولوها بالفرنسيه يعني لا فوتوفوبي، او لا تيقدر يكون واحد يعني الواحد لا جين لهاد يعني تيكون الواحد ما مرتاحش في الاشعه ديال الشمس، تبقى يغمض عينيه بزاف، او لا كاين واحد ليبلويسمون تنسميوه، يعني منين تيدخل من بلاصه المظلمه تيبدا يدخل البلاصه اللي فيها يخرج البلاصه اللي فيها الشمس او العكس ديال ذلك، كذلك
تقدر ما تقدرش يتأقلم مع هاد الكمية ديال نعم بحال كيبقى الا دخل مثلا كيبقى يبان له الظلام او لا لمده طويله يعني هادو من بين الاعراض اللي تقدر تكون بان الواحد يعني الشمس كيكون مأثر بهاد الأشعة مأثر بها فعلا. طيب بالنسبة للوقاية دائما كتكون خير من العلاج، قبل ما نمشيو للعلاجات المتوفرة نبداو بالوقاية إلا سمحتي دكتور. الوقاية كما قلت ألوغ الوقاية هي أحسن وسيلة يعني لتجنب الأشعة ديال الشمس. نعم بالدرجة الأولى هنا خاصنا نشيرو بأن ارتداء النظارة الشمسية الطبية تنفطر على هذيك الطبيه يعني ضد الاشعه الفوق البنفسجيه هي نظارات ماشي بالضروره انها تكون غاليه ديال الثمن ولكن خصنا ما تكونش ايضا رديئه هنا خصنا نقلبوا على النوع اللي تيحجب يعني لو ماكسيموم ديال الاشعه ديال الفوق البنفسجيه يعني راه تتوصل حتى ل 100% ديال هذه الاشعه. الوغ هنا بعض المرات التساؤلات اللي تيكونوا كثيره من عند الناس اللي تيقول لك كيفاش غادي نعرف بان النظاره هذه مزيانه وهذه ما مزياناش يعني كاينين يعني مبصريين يعني تيكونوا فورمي في هذا السونس وتيكونوا عندهم واحد الادوات باش يمكن لهم يعبروا هذاك الزجاج وتعرفوا واش هذاك الزجاج تيخلي فعلا انه يمتص بهاد الاشعه واكثر من ذلك تقدر يقول لهم حتى المقدار واش 90% 100% ديال الاشعه تمتصها اكسيتيرا. وهنا الفرق ما بين النظارات الطبيه الشمسيه والنظارات اللي تلقاهم يعني في يعني ما عندهم لا جوده وتتكون رديئه. نعم وفي حاله دكتور سعيد الى تاثرت العين بهاد الاشعه ديال الشمس فوق البنفسجيه شنو العلاجات اللي متوفره اليوم في بلادنا؟ هو يعني تتكون حاله في يعني كل حاله وتتكون يعني خاصه يعني تقريبا الحمد لله كل واحد الحاله ديالو مثلا ملي تتكون في ريجيون اللي هضرنا عليه هو الفرا يعني تتكون العلاج ديالها هو اسونسيلمون على حسب يعني لو دوغري فين وصل ليه اذا كانت غير يلاه بادي تيكونوا يعني مضادات للالتهاب اكسيتيرا ومنين تيكون طالع على القرنيه بزاف يعني خاصو جراحه وجراحه لان دابا تبارك الله الطب عندنا في المغرب تقدم بواحد الشكل كبير وجميع يعني انواع العلاجات يمكن لهم يتقدموا يعني الناس بواحد الطريقه يعني بجوده عاليه. نعم واضح دكتور شكرا جزيلا لك الحسيبي سعيد استاذ بالمعهد العالي للمهن التمريضيه والتقنيه الصحيه الصحه بالرباط التابع لوزاره الصحه ودكتور باحث في كليه الطب والصيدله بالرباط شكرا لك على تواصلك معنا نستمر معك في الحديث غدا ان شاء الله لان نفس التوقيت شكرا جزيلا لك.